وايضا جائزته سياره لاند كروزر بيج، لاند كروزر بيك اب واللون بيج، وايضا مقدمه هذه الجائزه من اللجنه المنظمه لسباق الهجن، مشكوره على هذه الجوائز القيمة التي تشاهدونها في هذا المهرجان، المهرجان الذي غالي على قلوبنا جميعا، سواء المشاركين أو الجماهير أو الملاك أو المضمرين، وهو مهرجان صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. تشاهدون انطلاقة الشوط الخامس، وأيضا الشوط الخامس مخصص لجذاع البكار لأصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من أبناء القبائل فله حرية المشاركة في هذه الأشواط. شاهدت الانطلاقة موفقة والحمد لله، ونتمنى السلامة والتوفيق لجميع الركاب وجميع المشاركين في هذا الشوط. نحن في طريقنا إلى مقدمة هذا الشوط وإلى نشايب اللي تتقدم الجميع، نشايب، ولكن أرى من الجانب الثاني مزنة اتدخلت وخطفت المركز الأول، مزنة وتعود ملكيتها للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، وأيضا بقيادة المضمر عايد بن صلاح الرشيدي، وينخطف المركز الأول في هذه اللحظات، ينخطف من نشايب، نشايب تخطف المركز الأول للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو ناصر بن مسفر الشهواني، والوجبة غيرت في هذه اللحظات واخذت المركز الثاني الوجبة، وتعود ملكيتها لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، بينما المركز الثالث نرى الغزيل في المركز الثالث، وتعود ملكية الغزيل للشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والمضمر هو سعيد بن راشد الزعبي، بينما المركز الرابع على شعار الشيخ، على ظهر وصايف شعار الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والمضمر هو محمد بن سعيد الدهن. والمركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس اللي هي مزنة وتعود ملكيتها للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو عايد بن صلاح الرشيدي، بينما عالية غيرت على المركز الخامس في هذه اللحظات، عالية غيرت على المركز الثالث وتعود ملكيتها للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، المضمر حمد بن حسين بن جرحب، وأرى المركز السادس في هذه اللحظات وصلت نجوم وتعود ملكيتها للشيخ سعيد بن محمد بن سعيد بن راشد المكتوم، والمضمر هو سعيد بن عبد الله الاكتبي، والمركز السابع في هذه اللحظات اللي اختطفت المركز السابع حملولة وتعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر علي بن قريع المري، والمركز الثامن نرى في مزنة وتعود ملكيتها للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، المضمر عايد بن صلاح الرشيدي، والمركز التاسع نرى في الفائزة وتعود ملكية الفائزة للشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، والمضمر هو علي بن حمد بن مقارح، والمركز العاشر وهو آخر مركز مذاع في عالم الحماس اللي هي بشاير، وتعود ملكيتها للشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. هذه العشر المراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات في هذا الشوط، بينما نعود إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظة وإلى نشايب، بدأت تنشب بمقدمة هذا الشوط، وتبا تلحق بركب دوشة وأيضا العديد من السبق. تشاهدون نشايب في مقدمة هذا الشوط، وتعود ملكية نشايب للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وبقيادة المضمر ناصر بن مسفر الشهواني، هو اللي يقوم بعملية التضمير لهذا الشعار وجميع من تشارك بهذا الشعار. ولكن نرى المركز الثاني في هذه اللحظات، نرى الغزيل في المركز الثاني وتعود ملكيتها للشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والمضمر هو سعيد بن راشد الزعبي. ايضا نرى اللي في المركز الثالث الوجبه وصلت الوجبه، وتعود ملكيه الوجبه لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفه آل ثاني، المضمر اللي هو ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، نجوم في المركز الرابع في هذه اللحظات، ايضا نجوم تبي لها مراقبه نجوم، وتعود ملكيه نجوم
للشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر هو سعيد بن عبد الله الكتبي هي اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس اللي هي هملولة في المركز الخامس وتعود ملكية هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر علي بن حمد بن قريع المري. والمركز السادس أرى اللي في المركز السادس عالية أيضا، الله يقول حق، خطيرة في هذه المشاركة عالية وتعود ملكيتها للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. المضمر هو حمد بن حسين بن جرحب. والمركز السابع نرى المركز السابع للشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، والمضمر هو علي بن حمد بن مقارح. هذه اللي في المركز السابع والاسم هو الفائز لهذه المشاركة، بينما المركز الثامن اللي هي بشاير للشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. والمركز التاسع أرى شعار الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني. والمركز اللي هو صايف يضمرها محمد بن سعيد الدهن. والمركز العاشر مزنة للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، والمضمر هو عايد بصراحة رشيدي. هذه الإذاعة للعشر المراكز للمرة الثانية على التوالي، ويلا بنروح للمقدمة وإلى المنافسة اللي تقودها نشايب حتى هذه اللحظات، الكيلومترين الأخيرين، ولا زالت نشايب لا زالت هي صاحبة المركز الأول وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة حتى هذه اللحظة، وتعود ملكيتها للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. المضمر هو ناصر بن مسفر الشهواني، ولكن أرى نجوم بدأت تقترب من الناموس أيضا، وتعود ملكية نجوم للشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والمضمر هو سعيد بن حميدات سعيد بن عبد الله الكتبي، بينما المركز الثالث أرى هملولة أيضا هملولة مشاركة خطيرة في هذا الشوط، وتعود ملكية هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المضمر علي بن قريع المري الوجبة في المركز الرابع وتعود ملكيتها لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني. المضمر ناصر بن حباب الهاجري. والمركز الخامس أرى اللي دخلت الغزيل إلى المركز الخامس، وتعود ملكيتها للشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني. المضمر سعيد بن راشد الزعبي. والمركز السادس اللي غيرت على المركز الخامس عالية، وتعود ملكية عالية للشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. والمضمر هو حمد بن حسين بن جرحب. والمركز السادس أرى فيه الفائزة للشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، والمضمر اللي هو علي بن حمد بن مقارح المري. خلاص نعود إلى المقدمة، الوضع ما يتحمل التأخير ولا يتحمل التأخير. الله، الكيلومتر الخطير الذي يحسم هذا التنافس ويحسم هذا الموقف الذي يدور ما بين نشايب وما بين نجوم وأيضا ما بين هملولة. ولا تزال نشايب هي صاحبة المركز الأول حتى هذه اللحظات، وتعود ملكيتها للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. المضمر هو ناصر بن مسفر الشهواني، ولكن نجوم غيرت في هذه اللحظات على مقدمة الشوط، وتعود ملكية نجوم للشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر سعيد بن عبد الله الكتبي. وبالفعل تخطف نجوم المركز الأول في هذه اللحظات، وتعود ملكيتها للشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر سعيد بن عبد الله الكتبي. نشايب في المركز الثاني في هذه اللحظة، أيضا نشايب في المركز الثاني، وتعود ملكيتها للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. ناصر بن مسفر الشواني هو المضمر، بينما المركز الثالث أرى فيه هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر علي بن قريع المري. نعود إلى نجوم، ولا زالت نجوم تحت هذه الغيوم. الله، بدأت تبتعد. يا سلام على نجوم، يا سلام
يا سلام المئة متر الأخيرة، المئة متر الأخيرة، والسلامات محملة على ظهر نجوم. الله يهدي السلام سعيد بن عبد الله الاكتبي، وتهانينا والناموس على فوز نجوم بالمركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والثاني أيضا موصولة للمضمر سعيد بن عبد الله الاكتبي. في المركز الثاني نشايب سمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة أذاني المضمر ناصر مصر شهواني، والمركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر علي بن قريع المري، والمركز الرابع عالية لسمو الشيخ عبد العزيز جاء سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني والمضمر حمد بن حسين بن جرحة، والمركز الخامس اللي الغزيل للشيخ محمد بن حمد بن جاسم المضمر سعيد بن راشد الزعبي، والمركز السادس الوجبة للشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر ناصر بن حباب الهاجري، والمركز السادس المركز السابع عفوا اللي هي الفائزه للشيخ علي بن عبد الله ال ثاني المضمر علي بن حمد المقارح، والمركز الثامن للشيخ ثاني بن علي بن سعود ال ثاني، والمركز التاسع للشيخ عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني، والمركز العاشر للشيخ خليفه بن محمد بن خليفه ال ثاني. هذه لحظات التوقيت الزمني لفوز نجوم، هذه لحظات وصول نجوم وفوزها بهذه السيارة وفوزها بالناموس. تهانينا والناموس للشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا أيضا موصولة للمضمر سعيد بن عبد الله الاكتبي. نجوم قطعت مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية وقدرة 9 دقائق 47 ثانية 14 جزء من الثانية. هذه أيضا لحظات التكريم أيضا في الزاوية اليسرى من الشاشة للفائزين، وهذه لحظات وصول نشايب وفوزها بالمركز الثاني. تهانينا والناموس للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وتهانينا أيضا للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني. قطعت نشايب مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية وقدرها 9 دقائق 50 ثانية 10 أجزاء من الثانية. وهذه لحظات ايضا وصول اللي هملوله. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني ايضا موصوله للمضمر علي بن قريع المري. قطعت هملوله مسافه 6 كيلومترات في فتره زمنيه وقدرها 9 دقائق 52 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه.